مغادرة العراق. زين نرجع لأيام الطفولة. طفولتك وين قضيتيها بيا محافظة؟ البصرة. البصرة. هي البصرة الكرم والطيبة. الله يسلمك. مركب هوانة من البصرة جانة، مركب هوانة من البصرة جانة، جايب حبيب الروح عدنا أمانة، مركب هوانة من البصرة جانة. بصراوية. حلوة. إيش قصة لك ما رايحة للبصرة؟ أنا طلعت من العراق بالسبعة وتسعين، وكانت عرضنا رحنا بمسرحية همينة بالبصرة. نعم. بالسبعة وتسعين، فآخر مرة إنه رحت لها سوري 96. 96. شلون دخولك للفن؟ عن طريق الإعلانات. الإعلانات. تدرين مرة طلعنا سوا نوتش إعلان؟ إي والله صدق. اشتركنا. هسا عندك إعلانات؟ هسه دا أسوي إعلانات بس للشركات الأجنبية عن طريق نفس أجور قبل؟ لا تختلف طبعاً. هسه هم خاطرانة لو شنو؟ خاطرانة شنو؟ يعني خاطرانة يسلم عليك فلان كذا؟ لا لا هناك ما